جاء إعلان مجلس النواب الليبي عن سحب الثقة بحكومة الوحدة الوطنية في توقيت سياسي حرج، فالبلاد وهي تنتظر الوصول إلى 24 من كانون الأول المقبل، موعد وصول الليبيين إلى صناديق الاقتراع وتجاوز مرحلة المراوحة السياسية. إعلان مجلس النواب الليبي هذا قابله رفض من المجلس الأعلى للدولة، عد القرار باطلا. وبين إعلان سحب الثقة ورفضه ولد منعطف جديد من رحم منعطف انتقالي، فاتحا الباب أمام جملة تساؤلات عن اتجاهات المرحلة الانتقالية، إن كانت ستمضي إلى الأمام أم ستشهد كبوة جديدة. مرة أخرى مسار الانتقال السياسي في ليبيا على مفترق طرق، يخشى أن يطيح باتفاقات السياسة والتفاهمات العسكرية. هذا المفترق جاء بعد أن قرر البرلمان سحب الثقة من حكومة دبيبة بعد أقل من 7 أشهر على نيلها، وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها وبدء الانتخابات العامة في البلاد. تستمر الحكومة بعد سحب ثقة في تصريف الأعمال وتسيير الأعمال اليومية. المجلس الأعلى للدولة لم يتأخر بإعلان موقفه باعتبار قرار البرلمان الليبي بسحب الثقة من حكومة دبيبة بأنه مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وبين فريق مؤيد وآخر معارض لقرار البرلمان، راح صاحب كل موقف يعد رأيه وحججه القانونية، إذ شكك الرافضون بقرار البرلمان بواجهة التصويت وعدد النواب المؤيدين لسحب الثقة، من منطلق التساؤل عن نواب الغرب الليبي المصوتين ضد حكومة دبيبة، وهي تساؤلات تأتي على إرث خلافات القوانين وشكل الانتخابات المقررة، إذ دخلت مكونات المرحلة الانتقالية من برلمان وحكومة ومجلس أعلى للدولة في جدل بشأن أولويات الانتخابات المقبلة. كما كشف قرار سحب الثقة من الحكومة عن عيوب شابت شكل العلاقة بين سلطات المرحلة الانتقالية وفشلها في رأب الصدع السياسي وإعادة اللحمة إلى مؤسسات الدولة، ما يضع زعماء وقادة المرحلة الانتقالية في خانة التساؤل عن مقدرتهم على الوصول بهذا المسار إلى آخره، علاوة على الارتباطات الدولية والإقليمية التي لا تغيب ظلالها عادة عن أي منعطف ليبي منذ اندلاع الأزمة. إذن للمزيد أرحب بضيفي من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل، الباحث في الشؤون السياسية. دكتور محمود أهلا بك، بعد قرار مجلس تبرك سحب الثقة من الحكومة. أهلا بك، شكرا لك. إذن ماذا بعد سحب الثقة؟ رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيبة قرار مجلس نواب تبرك. نعم، بكل تأكيد لا شك أن الاضطراب والاختلاف هو سيد الموقف في ليبيا حاليا. الأجسام في ليبيا حقيقة متنافرة ولا تستطيع استيعاب المرحلة السياسية الحالية، ابتداء من البرلمان المنقسم على ذاته، مرورا بمجلس الدولة، وانتهاءا بالمجلس الرئاسي والحكومة. الجميع لا يطيق أحدا منهم الآخر. ومن هذه الزاوية لزامنا التقول بأن هذه الحكومة تم اعتمادها، لكن أيضا في الواقع لم يتم اعتماد ميزانية لها، وتم التلكؤ من قبل البرلمان مما يعد نوع من الخلط فيما يتعلق بالورقة السياسية التي يراد بها الوصول إلى انتخابات 24 من ديسمبر. هذه الحكومة تم اعتمادها من البرلمان وشبه إجماع كان على اعتمادها، لكن لم تلقى قبولا في إمكانية تسيير عملها إلى الأمام. هناك إشكالية متمثلة في أن البرلمانيين لا يريدون استمرار هذه الحكومة ويريدونها أن تكون مسيرة للأعمال فقط، والحكومة تريد التوسع في إمكانية إنهاء إشكاليات المواطن ومحاولة أيضا للعمل على بعث الحياة الاقتصادية التي أرهقت الوطن والمواطن. من أين يبدأ في القصائد يا ثرى والمفردات حجارة وثراب؟ مجلس نواب منقسم ومنتهي المدة، ومجلس دولة كذلك، وأيضا حكومات تتعاقب دون أن تجد حلا لها. طب إذن كيف سيكون المخرج ولم يتبقى دكتور محمود سوى 3 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 من ديسمبر المقبل؟ نعم نعم
نعم بكل تأكيد كان من الأولى للبرلمان أن ينتظر هذه المدة من أجل ألا يكون هناك مدعاة لتأخير الانتخابات. كان على البرلمان أن يراعي هذه المدة البسيطة التي تتمثل في 90 يوما ليس إلا من أجل الولوج إلى انتخابات بحكومة مستقرة وتغييرات ثابتة. لكن ما بدا واضحا أن البرلمان في بعض شخوصه يريد اللجوء إلى ما يتعلق بإرباك المشهد السياسي حتى لا تتم الانتخابات من زاوية وحتى لا يحصل تغيير من زاوية ثانية. فحرص البرلمان على بقائهم لأنهم قد استنفذوا المدد أكثر من حرصه على بقاء الحكومة. ولهذا كانت الزاوية من خلال انتخاب أو محاولة قدر الإمكان التوجه إلى القول بأن هذا الإجراء حقيقة يتجه إلى إمكانية اعتماد أن يكون هناك إنهاء للحكومة دون أن يكون إنهاء متكامل. وهناك أيضا عدم اعتماد لقانون الانتخابات الخاص بالبرلمان لأنه ينهي البرلمانيين المتمسكين بوجودهم ولهم 7 سنوات دون أن يتم التجديد لهم من الناحية القانونية. ليبيا تمر بمرحلة صعبة، والأصعب من ذلك عدم وجود تجديد للبرلمان وعدم صدور قانون. المجتمع الدولي إذا كان جادا في مساعدة الليبيين عليه أن يبعث الأمل في إمكانية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وعلى البرلمانيين التوجه إلى هذا، وعليهم أيضا أن يستجيبوا في إمكانية استمرارية هذه الحكومة حتى 24، حتى يمكن تمويل الانتخابات وحتى يمكن دعم المفوضية العليا للانتخابات وحتى يمكن التوجه وبشكل قوي وفاعل إلى القول بأن ليبيا ستخرج من مشهدها هذا بوجوه جديدة، ببرلمان جديد من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ، وأيضا ما يتعلق بحكومة جديدة وإنهاء للمرحلة الانتقالية وانتخابات برلمانية ورئاسية. طب ألا تعتقد دكتور محمود، طالما أنك ترى أن البرلمانيين ربما لا يريدون سوى البقاء لأكبر مدد ممكنة، بأن هناك ربما نية مبيتة وفي هذا التوقيت بالذات أن يجري سحب الثقة رغم ما يثار من إشكاليات حول طبيعة السند القانوني وما إذا كان يجوز لمجلس النواب أن يسحب الثقة من عدمه؟ قانونيا دعني أقول بأنه لا يحق لمجلس النواب من الناحية القانونية سحب الثقة قولا واحدا، لأن الأغلبية من أجل سحب الثقة يجب أن تكون أغلبية موصوفة، أي أن يلتقي ويجتمع 120 نائب ويتفقوا على أن يكون هناك سحب لهذه الحكومة. ولكن الواقع لم يجتمع 120، لأن العدد اللي في هذا اليوم كان 113، ثم الذين صوتوا فقط 89 حسب ما أدلاه مجلس النواب. ثم من الناحية الثالثة كانت هناك يوم الأمس تشكيل للجنة لتقصي الحقائق، لم يستمعوا إلى هذه اللجنة ولم تتكون هذه اللجنة أصلا ولم تحقق مع الحكومة. فما الذي غيرهم من التحقيق إلى أن يكون هناك فصل في هذا الإجراء وإنهاء لهذه الحكومة من أصولها؟ واقع عملي أن هناك بواعث تدل على نوع من إرادة ألا يكون هناك انتخاب وألا يكون هناك إنهاء لهذا المجلس النواب. واقع الليبيون يمرون بمرحلة كأداب، وعلى كافة المجتمع الدولي أن يستمع إلى صوت الوطنيين الليبيين من أجل مساعدة ليبيا في إنهاء هذه الأجسام التي تعتبر أجسام لا يمكن القول بشرعيتها من الناحية القانونية لأنها استنفذت المدد، ولأن الليبيون يريدون تغييرا. ولكن يجب أيضا الصيرورة إلى ذلك بطريقة سلمية. الليبيون ما بين خيارين، إما صندوق الذخيرة وإما صندوق الانتخاب، ويريدون صندوق الانتخاب، ولا يجبرهم على صندوق الذخيرة إلا محاولة النواب والأجسام الأخرى مجلس الدولة أو غيره في البقاء أكثر مدة، فإما هذا أو ذاك. المجتمع الدولي عليه أن يدعم الخيار السلمي
وأن يساعد الليبيين في إنتاج قانون الانتخاب، وأن يستمر هذه الحكومة إلى الانتخابات القادمة. طيب دعني الآن أرحب بضيفي من طبرق فتحي المريمي الناطق باسم مجلس النواب الليبي. أستاذ فتحي أهلا بك. بداية التساؤل اليوم وقد طرحه ضيفي، ما الذي غير الحال فجأة بعدما قرر مجلس نواب طبرق بجلسة الأمس أن تكون هناك لجنة تحقيق ومراقبة تنجز أعمالها في غضون أسبوعين، وفجأة يصدر قرار من مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة دبيبة؟ اهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبالسيد ضيفك الكريم وبمشاهدي قناتكم المؤقره. اشكرك. فعلا يعني يوم امس مجلس النواب اتخذ قرارا ورايا بان تشكل يعني لجنه قانونيه برلمانيه من اجل التحقيق وجمع المعلومات حول الملاحظات والتساؤلات وإجابة الحكومة في الجلسات السابقة. اليوم طبعا الجلسة يعني طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة سحب الثقة من الحكومة، وكان عددا كبيرا فاق العدد الذي تقدم بطلب إلى مجلس النواب والذي وضعها في جدول الأعمال تلبية لرغبة أعضاء مجلس النواب. تم سحب الثقة بعدد 86 نائب من أصل 113 نائبا. طبعا يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة لأنه هو الذي أعطاها الثقة دون غيره، فالإجراء صحيح، ولا يعني سحب الثقة بأنه يعني تم إقالة الحكومة أو رفضها أو إبعادها عن عملها، بل بالعكس الحكومة لازالت في عملها. الحكومة حكومة تصريف أعمال، يعني تقوم بما هو مهم للمواطن من ضروريات الحياة، وكذلك في العملية الانتخابية بدعم المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك دعم صندوق الزواج، وأيضا لكن أستاذ فتحي علاوة الأسرة التي لها علاقة بالأم والأطفال. نعم، لكن المجلس الأعلى للدولة وحكومة دبيبة رفضت هذا القرار، اعتبرته مخالفا لا سند دستوري أو قانوني، وكأنه عدم. لا 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 الأمر هذا ليس كذلك. طبعا بالنسبة للحكومة لا، لم ترفض حتى الآن، وما تبيش تدخل طبعا هي في سجال ولا في مواجهة مع مجلس النواب، لأن مجلس النواب هو الذي منح الثقة، ومجلس النواب هو الذي يتبعها حسب القوانين وحسب الإعلان الدستوري الليبي. ولكن فعلا المجلس الأعلى للدولة اعترض على ذلك في تصريحات، وهذه طبعا موجودة للنقاش وللحوار، وفي كل الأحوال يعني هو تقدر تقول غالبية الشعب الليبي ربما عندهاش ثقافة يعني في عملية القانون الخاص بالدولة والذي يسير الحكومة ومجلس النواب وغيره من القوانين الأخرى، يظن بأن سحب الثقة هو إقالة للحكومة. هو ليس إقالة للحكومة، الحكومة باقية في تصريف أعمال، ولكن قلل من بعض الصلاحيات، خاصة الذي ينادي مجلس النواب بعدم العمل بها والتي متعلقة بالاتفاقيات الدولية بعيدة المدى، كذلك صرف الأموال في بند التنمية، وكذلك في الطوارئ. هذه الأشياء هذه الحكومة عندما أسست حسب الاتفاق لا علاقة لها بها، علاقتها بإجراء الانتخابات بدعم المفوضية العليا للانتخابات، علاقتها بانقطاع الكهرباء، علاقتها بتأسيس أو بتوحيد المؤسسات الليبية. طبعا نحن نعرف أن كان هناك حكومتان في ليبيا، من ضمن مهام هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية تدمج هذه المؤسسات مع بعضها البعض، كذلك توفر الدواء والغذاء والسيولة المالية للمواطن. هذا هو عملها في الأساس في هذه الأربع خمس أشهر، لا علاقة لها بالاتفاقيات الدولية بعيدة المدى، ولا علاقة لها بالتنمية التي تحتاج إلى تنفيذ مشاريع تحتاج إلى سنوات. هذا العمل أستاذ فتحي حكومة مستقرة بعد الانتخابات. طيب يعني هناك رأي، معلش يعني نبي نوضح شيء، فنبي نوضح شيء، لحظة بس لحظة. فسحب الثقة يعني تحديد مهام الحكومة فيما جت من أجله، أما
ما ينظر البعض على أنها إقالة، لا، ليست إقالة الحكومة، الحكومة باقية وحتعمل، مرتبات الموظفين حتنزل في حينها، كل الأمور الضرورية للمواطن ستقوم بها الحكومة، كذلك ستعين وتساعد وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا. لكن ذلك لا ينهي ربما الجدل القائم حاليا من حيث التوقيت وتداعيات على العملية الانتخابية، ومن حيث إذا كان هناك سند قانوني، لأن هناك مادة، المادة السادسة في التعديل السابع أستاذ فتحي من الإعلان الدستوري للعام 2011 تنص على أن السحب الثقة يصدر بأغلبية 120 نائبا، وهذا ما ذكره أيضا ضيفي الدكتور محمود إسماعيل، أغلبية الموصوفة من يعني أنتم لن يعني لم تصل العدد إلى 86. نعم، هذا طبعا ناتج 120 عضوا، هذا عندما يكون عدد أعضاء مجلس النواب 200 عضو أو 200 عضو، أما الآن مجلس النواب أقل بكثير من ذلك، فالعدد في منتصف يعني في حدود 85 أو 86، هذا هو العدد البديل لل 120 على اعتبار أن عدد أعضاء مجلس النواب ناقص، هناك من فارق الحياة، هناك من استقال، هناك من ذهب في مهام وأعمال أخرى، وبالتالي العدد ناقص حتى وصل حوالي 176 نائبا، وبالتالي عدد 120 المطلوب في هذه المادة لا يتوفر على اعتبار أن عدد النواب نزل، وبالتالي يكون العدد يعني في حدود 86 أو 85 نائب هو البديل لل 120. الإجراءات صحيحة يعني في كل الأحوال، ولكن هناك ظروف وأمور قانونية وإجرائية يمر بها مجلس النواب قد لا يعلم بها البعض. دكتور محمود، إذا كان لديك تعليق، يعني العدد تراجع فاقتضى الأمر أن تكون هذه الأغلبية بحدود 85-86، فالتصويت بكل تأكيد لشك من الناحية القانونية، مع أن الجدل غير قانوني، من الناحية القانونية لا أحقية لمجلس النواب وهو منتهي المدة ومنتهي الصلاحية في أن يتولى، لا شرعية لمجلس النواب في أن يقوم بسحب الثقة، لأن العدد حقيقة الأغلبية نص عليها بصراحة ولا اجتهاد مع صراحة النص، 120 شخصا، 120 نائبا يجب أن يكونوا مجتمعين وتحت سقف واحد وأن يقرروا ذلك من الزاوية الفعلية أيضا. ودعني أقول وأرجع إلى لجنة شكلت باليوم الأمس من أجل انتظار نتائجها، ثم يتفاجأ البرلمان بأن هناك دعوة لا إلى سحب الثقة، لماذا لا يستمعون ولا يحترمون إجراءات اللجان؟ ومن زاوية ثانية دعني أقول بأن هذه الحكومة شكلت ولم يتم اعتماد ميزانية لها إلى هذا اليوم، كيف يعقل بأن حكومة لا يعتمد برلمانها لها ميزانية؟ عدل كما ترى وأفعل ما تريد، ولكن ألا تعتمد ميزانية؟ ثم إن هذه الحكومة تريد توفير الكهرباء والغذاء، كي من أين يتم توفير الكهرباء؟ هل من الباب الأول أم من الباب الثاني أو التحول؟ يجب أن يكونوا واضحين، واقع أن هناك التشظي في المؤسسات السياسية في ليبيا بدون استثناء. نعم. برلمانا منقسم على ذاته، ومجلس دولة وحكومات متعاقبة ومجلس رئاسي، الكل لا يقوم. ثم عندما نتكلم على المدد ونتكلم على الإجراءات، البرلمان آخر من يتكلم، البرلمان انتهت مدته من 18 شهرا الأولى لوجوده، إذن نحن نتكلم على 7 سنوات لا يريدون الرحيل. هؤلاء قوم إن اجتمعوا أكلوا الغلة، وإن اختلفوا أفسدوا المحصول، هذه هي الحقيقة. إن اتفقوا أكلوا غلة ليبيا كاملة، وإن اختلفوا حقيقة اتفقوا أكلوا كل شيء، وإذا اختلفوا أفسدوا كل شيء، وهذا ما يجب الصيرورة إليه. يجب على الليبيين والعالم أجمع أن يستمع إلى لغة العقل، وأن يحاولوا قدر الإمكان مساعدة ليبيا من أجل أن يكون هناك برلمان من غرفتين. وصلت الفكرة دكتور محمود، لأن الوقت وأن تترك يعني هذه الحكومة، لأن من شأن نعم تركها. نعم معي دقيقة واحدة أستاذ فتحي، إذا كان لديك تعليق أرجوك دقيقة واحدة معي. نعم سيدي الكريم ولضيفك ولمشاهديك، طبعا مجلس النواب هذه الخطوة التي أقدم عليها هي خطوة يعني في الاتجاه الصحيح، وهي من أجل ليبيا ومن أجل الليبيين ومن أجل إجراء الانتخابات في موعدها، وحسب ما تقرر ذلك في الاتفاقيات السابقة ما بين الليبيين سواء في جنيف أو في برلين أو في تونس. نحن يعني حنتجه للانتخابات في 24 ديسمبر، وصاحب الثقة هو تقليل
الصلاحية للحكومة بحيث أنها تكون حسب ما تم الاتفاق عليه من صلاحية لها. أنا أشكرك من طبرق فتح المريمي الناطق باسم مجلس النواب الليبي، ضيفي كذلك من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لكما.